دولة رئيس الوزراء الحقيقة شاهد النهاردة في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة توقيع لعقدين، اتمضى عقدين لشراكة لإدارة وتشغيل اتنين فندق، عدد اتنين فندق، فندقين جداد، واحد فيه مثلث ماسبيرو وواحد عند سور مجرى العيون. سور مجرى العيون يا يوسف، ايوه، ما انت فوتت يعني مثلث ماسبيرو ليه؟ الاتنين، مين كان يتصور ان يبقى فيه عندنا اوتيل كبير محترم ويبقى فيه شراكة على تشغيل هذا الفندق في منطقة مثلث ماسبيرو بتاعت زمان، لكن بتاعت دلوقتي حاجة عظمة على عظمة مما لا شك فيه، وهنحكي في ده. كذا الحال فيما هو متعلق بسور مجرى العيون، بتاع زمان خلص، منطقة سور مجرى العيون بتاعت دلوقتي حاجة تانية خالص، مالص بالص على رأي الأفلام بتاعت الستينيات، حاجة تانية. يعني أنا عشان بعدي عليها كتير جدا، تقريبا مرتين في الأسبوع لو ما كانش ثلاثة يعني، لا دي حاجة تانية قوي يعني. وأعتقد أنه المكان ده يعني يسيل عليه لعاب الكثيرين من الناس راغبي سكن مختلف، أنك تروح عاوز تسكن في حتة بالطراز المصري المعروف وقتها، وهو طراز تقريبا مملوكي أو نيو مملوك زي ما بيتقال يعني، لا حاجة تانية، ومنطقة حلوة وجميلة وشيك ومساحات خضراء وطراز معماري مختلف وجميل وقديم، والطراز بتاعها عتيق وحاجة يعني تجنن. فيبقى في عندنا فندقين هناك. خلوني بقى أفهم القصة من أولها، من طقطق لسلام عليكم، مع مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا 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 اهلا اهلا بسيادتك يا فندم. ازاي حضرتك ولا سيادتك ولا حاجه، ده احنا اصحاب، ما تقولش كده. يا رب يخليك يا رب. ازيك يا فندم، اخبارك يا باشمهندس عمرو؟ كله تمام الحمد لله. تمام يا فندم الحمد لله. قول لي ايه الحكايه دي. انا عجبني الاول، تستحق اشكرك على المقدمه، وعجبني تعبير حضرتك نحكي في الموضوع ده. ايوه، لان الموضوع ده حكايه لازم تتحكي. صح. دلوقتي وبعدين ولاولادنا ولاحفادنا. صح. انه منطقتين كانوا في منتصف العاصمه الام، ومنطقتين كانوا من أكثر المناطق عشوائية وحرمان من الخدمات ومقالب قمامة ومخلفات كيميائية، وكان بيتأفف منها ساكنيها والمارين بيها والمتعاملين معاها. صحيح. حضرتك شفت وبتابعنا يعني، منطقة سور مجرى العيون كانت وراها المدابغ. طبعا. كانت فيها مخلفات كيماوية بكميات هائلة. صحيح. وكان فيها ناس عايشة فوق الكيماويات دي. آه. وكان مفيش أي خدمات، وصعب الوصول ليها وصعب حمايتها وصعب خدمتها. طبعا. منطقة مثلث ماسبيرو برضو كانت رحنا مليانة سوا. عشوائيات. ده احنا رحنا هناك سوا مع سيادتك وصورنا هناك قد إيه المنطقة اتطورت جدا دلوقتي، لدرجة إنه يعني بنحكي النهاردة قصة نجاح. كانت منطقة مؤثرة بيئيا، اجتماعيا، اقتصاديا على القاهرة. النهاردة بنحتفل بقصة نجاح، تهافت شركات عالمية على تنفيذ فنادق بماركات عالمية وبمستوى عالمي. لا، عيد لي الجملة دي تاني ونابة يا باشمهندس عمرو. تهافت يعني عايز أقول لسيادتك إن الشركات اللي فازت النهاردة بالتوقيع ده كان في غيرهم. إيه عايزين الموضوع ده، هم اللي عايزينه مش إحنا كمان اللي عرضنا. إحنا بنتكلم على تهافت رجال أعمال، تهافت استثمار مصري وأجنبي، تهافت استثمارات وفرص عمل وفرص استثمار. بعد ما كانت المنطقة عشوائية مليئة بالمخلفات، مليئة بالأذى لأهليها وللمتعاملين معاها، الحكومة بتصر على إنجاح الفكرة، إن هو الأهالي المنطقة اللي طلب تعويض خد تعويض، اللي طلب شقة سكن بديل أخد سكن بديل رائع مفروش على المفتاح، اللي طلب يرجع يعيش في مكانه. حضرتك شفت العمارات سكن البديل في ماسبيرو عامله. أيوة. ازاي؟ حصل. اللي طلب يرجع رجع وتسلم شقته، وكان في تجذيب رهيب للوزاره وللحكومه، وسياده الرئيس طلع في اكثر من لقاء قال يا جماعه انا مصر على انجاح هذه الفكره. صحيح. وده كان على لسان دوله رئيس الوزراء النهارده وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، انه اللي حصل النهارده تكليل لنجاح التجربه، ان النهارده بعد ما كانت منطقه عشوائيه بقى فيها سكن محترم يرقى لمستوى القاهرة، أبراج سكنية رائعة، خدمات، مناطق ترفيهية، مولات تجارية، بالإضافة لفندقين من أكبر الماركات العالمية. منطقة مثلث ماسبيرو اللي هيبقى فيه هيلتون بإدارة تشغيل هيلتون فندق القاهرة،
وده فندق اسمه دابل تري من هيلتون. عارف طبعا دابل تري طبعا. براند عالمي جدا. لسه هو زميلي عمرو زكريا المخرج بيقول لي دابل تري بتاع امريكا. اصل عمرو برضه رجله رايحه جايه على امريكا كتير. مظبوط. صحيح. والتاني وده هيبقى حوالي 260 غرفه، والتاني 208 غرفه، والتاني 260 غرفه، بالاضافه لانشطه اخرى هيستفيد منها. اولا المنطقه اللي كان فيها سكانها هيستفيد منها، المارين بالمكان واللي هيتواجدوا عليه للخدمات اللي موجوده فيه وللترفيه اللي موجود فيه، بالاضافه للبعد الاجتماعي ده والبعد الاقتصادي وتوفير فرص استثمار وعمل. البعد البصري بقى، حضرتك لما كنت بتعدي الاول جنب سور مجرى العيون بتتأفف من المكان، من العشوائيه اللي فيه، من المخلفات وريحتها اللي طالعه. كنا بنحزن ونقول خساره، اولا خساره البني ادمين تتبهدل البهدله دي، وخساره منطقه زي دي يبقى ده حلها. النهارده اهل المناطق يا استاذ يوسف بييجوا يقولوا لنا تعالوا طوروا مناطقنا زي ما عملتوا في مثلث مزير ومجرى العيون. النهارده ليه المنطقتين دول بالتحديد؟ دول مركز العاصمه وكانوا في منتصف العاصمه، وكانوا دايما يعني في بعد اجتماعي كده دايما في افلام بتطلع سلبيات عن مصر، هي دي مصر بتتكلموا عنها. لا، النهارده بنتكلم على حاجه براقه فاخره تليق بمصر وبالدوله الحديثه. فطبعا حضرتك المنظر دلوقتي مختلف، حضرتك شفت مثلث مزيرو عامل ازاي، وتشرفنا برضه في مجرى العيون، حضرتك هناك الاسكان اللي اتعمل راقي جدا ويتناسب مع الاثر الفخم اللي موجود. يلا بينا الاسبوع الجاي ننزل انا وحضرتك على مجرى العيون. حضرتك طبعا يا فندم تشرفنا، وفي اي وقت تشرفونا وفريق عمل القناه. وحضرتك شفت النهارده اللي بنتكلم فيه ان شركات عالميه هي اللي عايزه تيجي تستثمر في منتصف العاصمه، وعايزه تيجي تعمل فندق. طبعا عايز اقول لحضرتك انه اتعمل دد عن دراسه، القاهره محتاجه سلسله فنادق ضخمه على مستويات عاليه تناسب التطور اللي بيحصل فيها، وده كان مش متاح الفترات السابقه، كانت الفنادق محدود، عدد الغرف محدود. النهارده بنزود عدد الغرف، بنزود الخدمات، في فندق منهم في قاعات خدمات وجيم وسبا وحمامات سباحه ومطاعم، بالاضافه كمان للي تم اضافته للمنطقه، المنطقه بس اتعمل فيها عمارات، اتعمل فيها مناطق ترفيهيه، اتعمل بجانبها حدائق ومتنزهات، وبالاضافه لده كله البعد الاقتصادي بقى هو تدوير العمل الاقتصادي بقى والسياحي، ان طبعا يكون في فنادق عالميه بالشكل ده تخدم المنطقه دي لاول مره. طب انا هنا بقى يعني دبل تري جاي في الحتتين، في مجرى العيون وفي مثلث ماسبيرو، صح؟ دبل تري في مثلث ماسبيرو، مجرى العيون، فندق هيلتون، سور مجرى العيون. هيلتون مجرى العيون هيبقى هيلتون والتاني دبل تري باي هيلتون، وهيدار باي هيلتون برضه، باي هيلتون بهيلتون من مجموعه هيلتون. هايل جدا. وطبعا جدير بالذكر ان دبل تري دي اظنه اول مره يجي مصر، ما كانش عندنا قبل كده اصلا. طيب هنا بقى لفت نظري جدا يا باشمهندس عمرو، وحقيقي يعني اقدر اقول انه حضراتكم في وزاره الاسكان عاملين شغل مش يفرح، يشرح القلب كده، على رأي أمي لما بتقول لك حاجة تشرح القلب، حاجة تفرح. الحمد لله. والله بتكلم بجد. الحمد لله. أنا هقعد أفكر كده بصوت عالي، كون إنه الناس هي اللي جات لحضراتكم في الوزارة وهم اللي عاوزين يعملوا هذه العقود، ده معناها إن إحنا عملنا حاجة حلوة قوي وسوقناها صح. يعني ممكن نعمل الحاجة الحلو وما تتسوقش، لا ده إحنا سوقناها صح. مظبوط يا فندم، وهو وده ثمره اللي هو التسويق للمشروعات المصريه الجديده. احنا كنا بنتكلم طول الوقت مع سيادتك ومع كل المنصات الاعلاميه على موضوع تصدير العقار وتسويق الثروه العقاريه الجديده اللي اتعملت في مصر والطفره العمرانيه اللي حصلت في مصر. نتيجه الكلام ده وان الثروه دي بقت موجوده على ارض الواقع، مش ورق ومش مخططات زي ما كان بيتعمل زمان على احلام، لا النهارده الحاجات دي على ارض الواقع. بنتكلم في مشروعات تم بنائها بالفعل، اماكن تم تطويرها، استفاد منها الاهالي، وزي ما حضراتكم دايما بتذيعوا وبتجيبوا لقاءات، وانا بيعجبني قوي بصراحه اللقاءات اللي سيادتك بتعرضها والقناه بتعرضها، انه بنجيب لقاءات مع المستفيدين، مش بنتكلم دايما بنكلم نفسنا، لا المواطن اللي استفاد، اللي خد الوحده السكنيه المفروشه على المفتاح في المكان وغيرت قد ايه في حياته وحياه اولاده، الملاعب، المدارس، الوحدات الصحيه، الخدمات الحكوميه في المنطقه. يعني الدوله قبل ما تنفذ المشروع وتبدا تستثمر المشروع استثمار عالمي دلوقتي، الاول خدمت اهل المنطقه، خدمت الناس اللي كانت موجوده في المكان، سلمتهم وحدات، لبت احتياجاتهم من مرافق وخدمات وخلافه وتعليم ورياضه وخلافه، وبعدين بدات تعمل استثمار بقى. الاستثمار ده العائد بتاعه مهم جدا، عائد اجتماعي اولا، احنا بقى عندنا حاجه لاول مره بتحصل في المكان، عائد اقتصادي بيعود على كل العاملين في المكان وفي المنطقه
وفي المحافظة عائد اجتماعي. وده المهم بقى ان احنا بنتكلم على القيمة السوقية للمكان. صح. الأماكن المحيطة، شبكة الطرق اللي اتنفذت عشان تسهل الوصول من وإلى المطارات للفنادق زي كده، اللي هتسهل بعد كده منها حركة الآثار وحركة السياحة وخلافه علشان تعمل أنشطة في المحافظة نفسها. فبالتالي هو الموضوع له أبعاد كتير جدا، مش مجرد عمران أو عمارات أو أسمنت وخرسانة، لا يا فندم، هو الموضوع فعلا متطور وحصل فيه طفرة. اللي بيحصل دلوقتي في موضوع تطوير المناطق العشوائية يا أستاذ يوسف، حضرتك شفت بنفسك لأول مرة يحصل في مصر وفي تاريخ مصر. ده حقيقي. من أول الأوبشنز أو يعني الاختيارات اللي تم إتاحتها للمواطن من أول يوم في النقاش معاه، ومرينا بفترات تحديات كتير وتجذيب كتير ان ده مش هيحصل، لحد النهارده نجاح وشراكه مع اكبر السلاسل الفنادق والخدمات الفندقيه العالميه. ولحد النهارده مناطق في وسط القاهره كانت بتعاني تم ازالتها بالكامل، وكانت مصنفه من اكثر الاماكن خطوره على اهاليها. طبعا طبعا. طب ده هيخليني هستاذنك يا باشمهندس عمرو اطول سنه صغيره كده بكام سؤال. تحت امر حضرتك. العفو، الامر لله يا فندم. ده معناه انه مؤسسة إدارة فنادق ضخمة عملاقة عالمية زي هيلتون، هم اللي جايين زي غيرهم لما جم، ده معناه أن الناس دي شايفة أنه زي ما يقولوا كده بوتنشل ضخم جدا للرواج السياحي في مصر خلال مواسم قادمة، نتيجة الاستقرار ونتيجة أنه أنا عندي استقرار وعندي دولة عارفة تدير هذا الاستقرار، ودي حاجة مهمة جدا، أي تديره اقتصاديا. إزاي تقدر تستخدم الاستقرار اقتصاديا فأدت إلى رواج سياحي؟ يعني أنا عمليا الناس دي مش جاية تلعب، ولا الناس دي جاية تحط فلوسها على الأرض. مظبوط يا فندم. وده اللي خلى النهاردة احنا بنتكلم شركة سيتي إيدج، وهي طبعا بالنيابة عن هيئة المجتمعات، في كيان تطوير عقاري، مطور عقاري محترم يتبع الدولة وبالنيابة عن هيئة المجتمعات. فلو ما كانش كيان كبير زي مجموعة هيلتون لقت ان الكيان ده ناجح وعنده استثمارات وعنده طريقة إدارة ناجحة، ما كانش هيجي يحط ايده في ايدنا النهاردة وينزل يوقع اتفاقية من هذا النوع لسلسلة فنادق جملة واحدة. من ورا ده ناس كتير بيوتها بتتفتح، اتنين من الأوتيلات الكبيرة المعروفة إلخ، يعني عمالة هتبقى موجودة. حركة اقتصاد وحركة سياحة وحركة توظيف وحركة فرص عمل، لأن السلسلة دي لما بتيجي بتوفر فرص عمل من أهل البلد. طبعا. مش بتجي يعني مش بتستخدم، مش هيجيب أجانب بيجيب أجانب، ممكن يكون في خبرات أجنبية بنستعين بيها في الإدارة وخلافه، وارد، لكن الإيد العاملة في الآخر الإيد المصرية. هيبقى في فرصة لتعليم الإيد المصرية إزاي تشغل فنادق من النوع ده، فرصة لدمج الخبرات المصرية مع الخبرات الأجنبية ونتعلم منهم، هيبقى في فرصة لتشغيل الإيد العاملة اللي في مصر في خريجين السياحة والفنادق وخلافه اللي هيستفيدوا من سلسلة من النوع ده. التوظيف ده من نوع هيشهد إنه يطلع جيل جديد بيدير بإدارة بشكل مختلف، بإدارة من نوع عالمي، من نوع من الشكل ده. طب هنبدأ بقى نشمر دراعاتنا ونبني الأوتيلات إمتى؟ احنا فندم شغالين، وفي جزء يعني احنا منطقه سور مجرى العيون في بالفعل نسبه البناء فيه متقدمه، ومنطقه مثلث مسبيرو خلاص يعني احنا في بدايات التنفيذ ان شاء الله. وحضرتك شفت الوتيره بتاعت العمل عندنا عامله ازاي. طبعا. احنا الحمد لله ربنا يكرمنا، والتحديات طبعا كتير لكن ربنا بيكرمنا ان شاء الله ونخلص الانجازات دي بسرعه في مثلث مسبيرو. وبالفعل في مجرى العيون في جزء من المباني خلص الحمد لله. الله ينور الله ينور. انا بشكرك يا باشمهندس عمرو جدا، والشكر موصول ايضا لمعالي الوزير الدكتور عاصم الجزار. الف الف شكر ليكم، شغل عظيم بتقوم بيه وزاره الاسكان، بتقوم بيه الحكومه، بتقوم بيه بلدنا.